السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شباب الأخبار عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير كده وصحة وسلام. ايه، حد معانا ولا احنا مع نفسنا؟ بإذن الله طلابنا كده يظهروا. هدهد حمادة. بسم الله الرحمن الرحيم. وملك. طب بسم الله الرحمن الرحيم. مريم ابو كامل، ربنا يكرمك يا مريم. والله ازيك يا ابو حميد، الله يخليك يا احمد رضا، ربنا يكرمك حبيبي. طب شباب، بس يعني رجاء كده الصوت تمام ولا ايه؟ يعني قول لي بس الصوت تمام. اكرولس، ايوه يا مستر، دي ايوه يا مستر، دي اللي هي ايوه يا مستر، ولا يعني ايوه يعني تمام الصوت. نورك يا ارهام، ربنا يكرمك يا بابا حبيبي احمد، ربنا يكرمك. يا شباب الصوت بس يعني بلغوني كده، بس قولوا لي يا مستر الصوت تمام ابدا ولا في حاجه كده؟ متهيألي الصوت هيبقى تمام عندنا. بنورك يا روان، ربنا يكرمكم يا شباب. والله الله يكرمك يا علي، ربنا يحفظك حبيبي. تمام. طب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد. مبدئيا كده يا جماعة، أنا بعتذر اعتذار شديد عن غيابي عنكم الأسبوع اللي فات ده كله، وقصدي بغيابي عدم تواجدي، مش هتحس إن أنا مش موجود شوية، وده كان لسبب وعكة صحية. الحمد لله يعني ربنا من علينا بإصابة كده بمرض، والحمد لله بنتعافى حاليا. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى دايما كده يعني ان هو يشفي كل مريض، دي اول حاجة. فاعذروني ان كنت غايب عنكم في الفترة اللي فاتت دي. طب اللايف ده كده يا جماعة في نقاط محددة بنتكلم فيه عن شوية حاجات لطلبة الاونلاين وطلبة السنتر في المرحلة اللي جاية، لان في ناس برضو ما زال لسه عندها اسئلة. وبناء عليه كمان انا طالع كمان حبيب قلبي، والله اطمنك، لان انا والله حبيب قلبي سامعك، يعني ما تقولش ان انا ايه مش سامعينك ومش حاسين بيك. فاحنا برضو ما زلنا بنقول لك لا ما تقلقش، احنا سامعينك وحاسين بيك وفاهمين والله يا حبيب قلبي اللي انت بتمر بيه. فرجاء يعني تعاون معانا، واحنا باذن الله حبيب قلبي والله احنا هنفضل نساندك، ما تقلقش، يعني ده موضوع منتهي خلاص. طب مبدئيا كده شباب، بالنسبه للي فاضل في المرحله الجايه وللناس اللي لسه بتسال، بصوا يا جماعه، مبدئيا احنا كده الحمد لله الاسبوع ده احنا دخلنا الاسبوع اللي فات مع بعض في الكيمياء العامه، فرجعنا الباب الاول. الاسبوع ده سواء كنت طالب سنتر او طالب اونلاين، احنا ان شاء الله بنبدا مع بعض مراجعه الباب الثاني والربع الثاني من العضويه، اللي هو العضويه لحد نهايه البنزين زي ما انتم عارفين. حلو كده. طب انا عايز اقول بقى كام تفصيله كده قبل ما اكمل الباقي للناس اللي لسه بتسال. انا متاخر في المراجعه يا مستر، واصلا ما دخلتش معاك. يا حبيب قلبي احنا عملنا لك كل حاجه، لو انت بس ما تعرفش لسه، كل حاجه على المنصه تقدر تحصل عليها بكورس المراجعه كامل. كورس المراجعه كامل لو انت لسه ما اشتركتش، في وقت، لان انتوا برده ما زلتوا بتحسبوا الحسبه على يوم 10/6. احنا بنحسب الحسبه على امتحان الكيمياء، احنا لسه قدامنا على امتحان الكيمياء تقريبا باذن الله تعالى حوالي ما شاء الله يعني ما يخرج من حوالي شهرين. فاحنا لسه عندنا وقت، لا لسه عندنا وقت، وهنفضل نبشر الناس ولا ننفر الناس، هي دي قاعده، واحنا ما عندناش غير كده. ربنا سبحانه وتعالى قال وقل لعبادي يقولوا التي هي احسن. فاحنا مش هنقول غير كلام حسن، ومش هنقول غير كلام مشجع لطلابنا، نحفزهم بيه ان هم يكملوا، ما عندناش غير كده. فبعد اذنك يعني، فحضرتك لا لو ما اشتركتش لا ممكن تشترك وتلحق عادي. طب انا لما بشترك، عشان بس ما حدش يضحك عليك حبيب قلبي، المراجعه كامله ب 300 جنيه وبتفتح لك كل المنصه، بتفتح لك القديم كله كمان، الورش بالشرح بكل حاجه لو حبيت ترجع لاي حاجه. طب الجزئيه بقى اللي انا عايز انبه عليها بناء على كتير من الناس بتشتكي، احنا عارفين ان احنا كلنا مستوانا متفاوت، يعني احنا مش كلنا مستوى واحد. في مننا ما شاء الله شاطر وعامل وظبط الدنيا معاه، وفي مننا مستوى متوسط، وفي مننا واقع مش عايزين نقول حاجه تانية. فاحنا قسمنا لك من اول المحاضره الثانيه والثالثه، من اول الثانيه بقى عملنا لك الشرح اللي الناس بتشتكي من طول مدته، اصل الحل كده كده متفقين ان احنا هنحل. طب الشرح قسمنا لك الشروحات لثلاث شروحات هتلاقيهم موجودين عندك. الملخص انا بقولهم لك ثاني اهو بالراحه عشان لما تخش على المنصه ما تقعدش تدور، هتلاقي في ملخصات الشرح الملخص الحلبنتيشي. هذا الملخص الحلبنتيشي للطالب الدحيح، طالب الدحيح مذاكر وعايز يفتكر النقط الاساسيه. ده بيكون مدته على الباب تقريبا، الباب عندك في الكيمياء العامه ساعه ساعه و10 دقائق، رايق كده هوب وتلم بيه كل الافكار مش سايبين فيه فكره. بس ده لو انت عامل ايه؟ لو انت تمام. طب لو انا مستر لا انا بص بصراحه نص نص وماله. تبص بقى على حاجه اسمها الشرح التلخيصي. الشرح التلخيصي ده بقى حبيب قلبي بيبقى الباب برضه بافكاره كلها بس التفصيل اكتر، بياخد 3 ساعات. طب ولو انا مستر معلش بقى معلش انا محتاج اسالك السؤال ده، طب لو انا ميح خالص ودخلت انا محتاج ايه؟ لا حبيب قلبي انت كده بقى هتخش على حاجه اسمها الشرح السحتوفي الحنتوفي. ده بقى اللي هو بيشرح المنهج كلمه كلمه. يبقى هم كام نوع من الشرح؟ هم 3 انواع من الشرح، وانا هكتبهم لك باسمائهم دي عشان ما حدش يضيع. يبقى عندك الملخص الحلبنتيشي ده بتاع الدحيحه،
يا اما على الشرح التلخيصي وده للعيال اللي هي نص نص كده زي حالات مستر خالد، يا اما الشرح السحتوفي الحنتوفي، وده يا حبيب قلبي بيشرح حرف حرف وكلمه كلمه وفكره فكره عشان ترجع. انا ماليش غير كده، انا كده عملت اللي عليا. هم دول ثلاث شروحات. الحلول يا جماعه احنا بننزل في الاسبوع تقريبا حلول المذكره وحلول الكتب الخارجيه وحل امتحانات شامله. حبيب قلبي خذ ما شئت واترك ما شئت، انت ادرى بحالك، لكن ما تشتكيش. يعني ما تجيش تقول لي مستر اكتب انواع الشرح يا ابني، بس يا ابني بس سيبني في حالي انا تعبان. فالمهم فحبايب قلبي الجمال، انت حبيب قلبي ليك مطلق الحريه، اهم حاجه السحتوفي. هو خش يا ابني تفصيل، هو شرح الباب كامل بقى. فهنا يا جماعه بنقول ايه؟ لما تيجي على الاسئله خذ قدر استطاعتك. انا قلت لك اكتر من مره، خذ قدر الاستطاعه على قد ما تقدر، يعني شوف وحل، وعلى قد ما تقدر اعمل اللي انت عايزه. واحنا حبيب قلبي والله معاك. فما تجيش تقول ايه؟ ما تجيش حبيب قلبي تقول وتشتكي اصل هم كتير. هو احنا ما ورناش غير الكيمياء يا حبيب قلبي؟ ده مش ليك انت لوحدك، ده لكل زمايلك. فراع ان في ناس مستوياتها على قدها، انت ليه ما بتراعيش زمايلك؟ انت ليه باصص لنفسك بس؟ يا اخي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فاذا كنت انت احببت لنفسك هذا النوع من الشرح، فزميلك محتاج حاجه غيره. احنا بننزل الكل لان احنا بنتعامل مع قطاع عريض من الطلبه. فما تزعلش مني، ما تزعلش مني، يعني انا مش عايزك تبقى زعلان والله العظيم. بس كده، ده بالنسبه للجزئيه الخاصه بالشرح والحل بس. فرجاء ما تزعلش حبيب قلبي، ولو عندكم اقتراحات كمان يا جماعه اجملوا في الطلب واطلبوا مننا. وانا والله حتى مع ظروف تعبي والله العظيم هفضل، لا هزود، واللي انت عايزه انا هحاول اعمله. واحنا بنجتهد والله العظيم قدر الاستطاعه. وبص يا جماعه احنا عارفين، واللي بيقول لي بالراحه طيب يا جماعه خد بالك بس، المراجعه احنا لما هنكثفها حتى لطلبه الازهر كمان، هنخلص يعتبر طلبه الازهر الاسبوع الجاي هنزل لها حاجتين. يعني برضه انا بتكلم على طلبه الازهر عشان ما حدش يقول لك هو ناسينا اهو. طلبه الازهر حبايب قلبي الاسبوع الجاي وهو بيراجع الباب الثالث، انا هنزل له الثالث والرابع، عشان اللي بعدين ان شاء الله حبيب قلبي هنزل له المسائل والجزئيه الخاصه بالحل الشامل، يخلص 23 24 يلم دنيته خلاص، كفايه كده طالب ازهر عشان يلتفت لامتحاناته. طالب العام هو كمان احنا هنزل له حاجات بدري، وهو على مهلك بقى حبيب قلبي. انت معاك قد ايه؟ انت لسه معاك لحد 10/6 قبل ما تبدا المواد غير المضافه للمجموع، وبعد كده حبيب قلبي لسه عندك ان شاء الله لحد امتحان الكيمياء واحده واحده على مهلك. لا تعجل، ما تتعجلش في حاجه، وبالراحه، وما تخليش حد يثبطك. وانا عارف حبيب قلبي، بص احنا كل المدرسين نازله فيك هرسه. بص يا بابا خليك بص شخص ايجابي، انا هاخد الحته دي النهارده والله هذاكر قدر استطعت، وربنا يعيني ويوفقني. وحبيب قلبي لا تجزع والله العظيم، اي حد النهارده بيحاول ان هو يشتغل معاك والله العظيم بيحاول يفيدك. هو يا عم احنا ناس، يعني سؤال، هل احنا ناس مجرمين؟ هل احنا ناس احفاد هتلر جايين قصدنا الاساسي ان احنا ننكد على حياتك؟ والله العظيم ما قصدنا ننكد على حياتك، والله العظيم ثلاثه ان كل اللي بيتعمل من اجتهاد وعمل قسما بالله العظيم ان هو في محبه وان في اخلاص، وان بنسال ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتقبله مننا. لكن يجي واحد يقول لك ايه؟ لا لازم بقى، انتوا يا مفتريين، انتوا ايه؟ انتوا يهود يا كفره، يلا احنا بنعمل فيك ايه؟ يلا احنا عايزين نعلمك بالراحه، واحنا معاك واحده واحده، وباذن الله هتلاقي الموضوع ظبط الدنيا معاك. ده بالنسبه لطلبه السنتر، طلبه الاونلاين الاسبوع ده مراجعه الباب الثاني. والله يا جماعه مراجعه تفصيليه بفضل الله تعالى، ما سيبنا تفصيله ولا سيبنا كلمه الا وقلناها وعدناها. ولما هينزل لك ملخص الشرح كمان، ايه ده والله العظيم انا وقفت يعني بروقان. حتى الشرح التلخيصي كان جميل جدا، معادله قبل الملخص، اساسيه وتاكيديه والغاز وصفه الغاز والراسب وصفه الراسب وبديل الكاشف، كل التفاصيل دي قلتها لك في الفيديو والله العظيم. وايه طلع الشرح التلخيصي مش مكمل ساعتين الا ربع، يعني شرح وافي ومش مكمل ساعه ونص ساعتين الا ربع، لا منك كل حاجه. فما تزعلش مني بالله عليك عشان خاطري، يعني عشان ما احسش ان انا ايه الواحد قاعد بيشتغل وحاسس بالذنب. ايه يا عم انت ليه محسسني بالذنب؟ ما تحسسني بالله عليك، ما تحسسني بالذنب. زي ما انت محتاج حد يقول لك كلمه حلوه، انا كمان محتاج حد يقول لي كلمه حلوه. يعني معلش يعني اكبر بخاطري، يعني زي ما انا بكبر بخاطرك معلش اكبر بخاطري. بس يا جماعه وبنأكد تاني يا حبيب قلبي، تيم الدعم العلمي يا جماعه للناس اللي دخلت معانا جديد، مش اللي هو يا جماعه جروب الفيس، لا ده في جروب تاني خاص بالاسئله، ابعت على صفحه الفيس وهم يبعتوا لك اللينك وهيدخلوك عليه وهيرد على اسئلتك. دي اول حاجه. طب طلبه السنتر بقى كمان الاسبوع ده ان شاء الله يا شباب احنا باذن الله برضو معانا الباب التاني، تيجي مذاكر محاضرتك ادي اول حاجه. بس لو انت ميخ خش على السحتوفي، ايوه السحتوفي الحندوفي، لا ما كمل الكلام كده كلمه. طب بص يا عم الناس، طالب السنتر احنا طبعا ما اخدناش الباب الاول على الارض بقى خلاص، انت خلصته الاسبوع اللي فات. الاسبوع ده بقى عاملين حاجتين مهمين، واحد
حبيب قلبي طالب السنتر، اوعى تنسى ان احنا يتبقى لنا ان شاء الله 3 محاضرات ونخلص، تمام كده؟ فباذن الله احنا عايزين نشوفك، لان فعلا الواحد مش عارف، الواحد كل حصه يعني الحصه اللي فاتت والله على عيني ان انا اغيب عنك. طب طلبه السنتر تعالى ذاكر مذاكر محاضرتك، واحنا طبعا هنعمل لك ملخص بسيط ونقوم داخلين على طول في الحل زي ما انت عارف، وباذن الله هنلم لك كل افكار الباب الثاني، هتخرج باذن الله ظبط الدنيا معاك، بس رجاء تعالى مذاكر. الحاجه رقم 2 كمان، الناس يا جماعه اللي ما كانتش معانا في ما حضرتش معانا مراجعه العضويه وحابه تنزل المراجعه في العامه، حبيب قلبي تشرفنا، احنا نشرف ان احنا نشوفك في الكام محاضره الاخيره دول باذن الله ان شاء الله. حتى لو حبيت تخش معانا جديد احنا هندخل الناس المحاضره الجايه، ولكن بنظام بعد اذنك روح خد الكود بتاع المحاضره وشوف الشرح وتعالى ان شاء الله، واحنا باذن الله هندخلك. بس رجاء انا بنبه اهو، في السناتر اللي احنا عارفينها سنتر كي، سنتر بلازا، سنتر الفا شبرا، وعندنا سنتر حرس في امباب، رجاء احجز حصتك قبل ما تروح، تمام كده؟ الحاجه الثانيه يا جماعه كمان، عشان الناس اللي عماله تقول تيم الدعم، يا بابا تيم الدعم العلمي، بنقول لك تاني ابعت على صفحه الفيس بتاعتنا اللي عليها اللايف دي، هيبعتوا لك اللينك بتاعه، هيدخلوك على طول، وانا هكلفهم دلوقتي حالا ان هم اي حد هيبعت لهم هيدخلوك على طول، تمام كده يا سيدي؟ وباذن الله والله كمان هنحاول ان احنا نرد على الاسئله اللي بتنزل حتى على الجروب بتاعنا بتاع الفيس. ولكن رجاء تحملونا، الضغط علينا كتير واحنا كمان عارفين الضغط عليكم كتير، فلما احنا بنبقى شايفين ان الضغط عليك كتير يا راجل بنواسيك، ما بنشتمكش ما بنغلطش فيك، انت حبيبنا. وباذن الله يا جماعه ان شاء الله الفتره دي احنا مكملينها وواقفين على رجلنا مع بعض، والله العظيم يا جماعه ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا على قدر مشقتنا وتعبنا وكرمه البالغ. اوعى يكون ربنا سبحانه وتعالى فاكر ان هو هيدينا بس على قد تعبنا، لا لا لا، اكتر من تعبنا. ده وعد ربنا، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنى. ان ربنا سبحانه وتعالى على عملنا على عملك الحسن مش هيديك عملك بس، وانما هيديك كمان احسن من عملك. فاوعى تكون فاكر ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيكافئك، لا يا حبيبي هيكافئك. بنبه تاني الناس اللي هتيجي تراجع معانا في السنتر، اه حبيبي احنا ان شاء الله هندخلك، بس رجاء احجز حصتك قبلها. طلبة السويس كمان، اخص بالذكر طلبة السويس حبايبي، لان انا عارف ان ده على مدار 3 سنين، هم بالذات كانوا معايا 3 سنين، في منهم من سنه اولى معايا. لو حد حتى كان حصل معاه مشكله او حاجه وحابب ان هو يكمل المراجعه، لان انا لقيت اولياء امور بتكلمني في الموضوع ده، يا جماعه حضرتك تقدر برضو تخش معانا، وانا برضو باذن الله تعالى على السنتر بكره، بس تعالى بدري شويه عشان اظبط لك امورك وهندخلك باذن الله ما تقلقش. لان انا لقيت كذا واحد امبارح ايه بيكلمني كده على استحياء، اجي ولا هتطردني؟ يا عم مش هطردك يا عم، عيب، انا بيني وبينك ايه؟ وحتى ان عصفتك مره فالغرض التقويم وليس التعصيف، فعشان خاطري ما تزعلش مننا، كمل كملوا يا جماعه، كملوا يا جماعه، تفائلوا بالخير تجدوه يا جماعه، وبالله عليك يا اخي بلاش الكلام الوحش يا جماعه، شدوا ايديكم بايدين بعض يا جماعه، ازروا من يد بعضكم، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعض يا جماعه، شدوا بعضكم بعض من بعضا يا جماعه، خد بايد اخوك اللي تعبان في ماده وقول له لا حبيب قلبي احنا هنكمل وهنوصل وهنجتهد، ما تقولوش كلام يعصفه ولا يحبط منه، بالله عليك الفتره دي مش محتاجه كده، احسنوا يا جماعه. وزي ما احنا قلنا مليون مره، مهما كنت مقصر يا جماعه، انا مش هقول لك يا عم انا هطلع الاول الجمهوريه، بس انا هفضل دايما اقول كن محسنا فيما بقى، فلربما تجزى عن الاحسان بالاحسان، ربنا سبحانه وتعالى يرزقك الاحسان والقبول والسداد والاخلاص. نسال ربنا سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا، وان يرزقنا وان ينفع بنا ويستعملنا ولا يستبدلنا، وان احنا دايما يا جماعه نبقى دايما كلنا البعض منارة خير، وما يكونش في حاجة. بنبه تاني، لو انا يا ابني انت زعلان مني في حاجة حقك عليا، يعني سامحني ان كنت اخطأت، يعني نرفزة ضغط او اي حاجة قصرت حتى ناحيتك، التمس لي العذر، فانا بشر اخطئ واصيب زي ما انت بشر تخطئ وتصيب، باذن الله المرحلة الجاية تبقى خفيفة عليكم. نسأل ربنا سبحانه وتعالى ان هو يرزقه الصبر والثبات والسداد باذن الله. اشوفكم دايما على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.